قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأخوات من الرضاعة ولكن منذ طفولتهم لا يخرجون للسلام علي ولا أقابلهم، ولكن أزور والدتهم التي تعتبر والدة لي من الرضاعة. سؤاله: هل أخواتي من الرضاعة لهم حق في الصلة والزيارة؟ وإذا لم أزرهم فهل أكون قاطعا للرحم؟ لا، ما هو رحم الرضاع، ما هو برحم، ولا يترتب عليه صلة ولا أو وجوب نفقة، إنما يفيد المحرمية فقط. الرضاع يفيد المحرمية فقط. نعم.